لازم. انت بتقول بتدور على رجالة حماس في رفح، خرج لي المدنيين دول في اماكن امنة، وبعدين اضرب ودور على الانفاق ودور على حماس في رفح. مفيش مكان امن في غزة كلها، لانه دمر بيوت الناس دي طبعا. ودمر المستشفيات طبعا. ودمر هودي الناس دي فين؟ فدي الامم المتحدة قالت له انا ماليش دعوة، قالت له ما تقوليش هجرهم، لان مفيش مكان احطهم فيه. انت دمرت غزة كلها، وبالتالي الخيمة اللي قاعدين فيها على الحدود دي الامم المتحدة عارفاها، بتروح تديهم المية وكرتونة الاكل لو فضلوا قاعدين كده. لو انت بعزقتهم في غزة مش هيلاقوا خيمة واحدة يقعدوا فيها، لانك خليت غزة خرابة. وبالتالي في محاذير كتير علشان نتنياهو ينفذ العمليه دي. انا بتوقع ان نتنياهو مش هيجتاح رفح بريا، لان التكلفه عاليه، هيخسر مصر، هيخسر الدعم الامريكي، المجتمع الدولي هيقول عليه مجرم حرب. هيعمل ايه؟ هل يمكن في يوم من الايام يخسر الدعم الامريكي؟ انا حاسه ان دي يعني خطوه صعبه جدا انها تحصل، لان اسرائيل ما هي الا يعني قاعده عسكريه امريكيه اوروبيه، يعني بتحمي مصالحهم هنا ومش عارف. عايزين نفرق ما بين دعمين، الدعم الامريكي الاستراتيجي المستمر، وما بين دعم عمليه اجتياح رفح. انما الدعم اي حكومه اي اداره امريكيه هتيجي مضطره، لان يعني زي ما الناس كلها عارفه اسرائيل دي امريكا صنعتها علشان تبقى اداه ليها في المنطقه. مظبوط. فانت طالما اجرت بلطجي ما كنتش تديله سلاح وتحميه مش هيعرف يشتغل. صح. فلازم انه يدعمها. لكن احنا بنتكلم عن نقطه محدده اللي هي دعم عمليه رفح. قالوا له احنا دعمناك في اللي فات، مش هندعمك في رفح، لانك هتموت ناس كتير، وشكل امريكا قدام العالم وقدام الشعب الامريكي هيبقى وحش جدا. انا متوقع انه دلوقتي نتنياهو كل يوم، وحتى اللحظه اللي احنا فيها دي، بيوجه ضربات محدده ونوعيه بالصواريخ وبالمدفعيه لرفح. هيكمل ده، بس مش هيجتاح بريا، لانه الخطوره كلها في الاجتياح البري، من الدبابات والمدرعات تدخل وتموت الناس باعداد كبيره. فهو هيواصل عمليه القصف عن بعد، لكنه لن يجرؤ على اجتياح رفح، لان التكلفه هتكون عاليه جدا، وكمان علاقته مع مصر. احنا قلنا لو ده حصل يبقى انت بتحاول تاثر، يبقى بتهدد اتفاقيه كامب ديفيد، بتهدد اتفاقيه السلام اللي ما بيني وما بينك. الاتفاقيه السلام دي بقى خطورتها بالنسبه لاسرائيل، ليه مرعوبين؟ لانه دي الاتفاقيه اللي خلت مصر تدخل سلام مع اسرائيل وما تحاربش اسرائيل تاني. اسرائيل دلوقتي عماله تتشطر على جنوب لبنان وعلى الفلسطينيين، لانه مصر مش هتحاربها. طب لو رجعنا لحاله الحرب، لان الاتفاقيه لو انتهت معناها رجعنا لحاله الحرب تاني. أيوه. يبقى ممكن مصر تحاربني في اي وقت، وانا مش قد ان انا احارب مصر. طيب في نقطة تانية مهمة جدا، التبادل التجاري والاقتصادي اللي هيحصل ما بيننا وما بينهم، اللي اتقال رقم كبير وهو 15 مليار دولار، ده غير الاستثمارات التركية، ده غير الاستثمارات التركية داخل مصر اللي هتوصل ل 3 مليار دولار، لو تعلق لنا عليهم. شوفي، هو التبادل التجاري دلوقتي 6.8 كان السنة اللي فاتت 6.6 مليار دولار. ال 15 دول ده الرقم اللي احنا عايزين نوصل له في أقرب وقت ممكن، يعني عاوزين نضاعف حجم التجارة البينية ما بيننا. وعاوز أقول حاجة، أفضل مجال للتعاون بيننا وبين تركيا النهاردة حتى خلال العشر سنوات اللي كانت فيهم قطيعة هو الاقتصاد. وده لان رجال الاعمال في مصر ورجال الاعمال في تركيا كانوا بيضغطوا على الحكومات علشان العلاقات الاقتصاديه تستمر رغم الخلافات السياسيه، ونجحوا في ده الحقيقه. وفي افق واسع للتعاون، لان في تشابه اقتصادي بيننا وبين تركيا. طبعا. احنا الاثنين بنعتمد على السياحه، احنا الاثنين بنعتمد على الاستثمارات الخارجيه. طبعا. احنا الاثنين بنعتمد على التصنيع، وعندنا مشاريع للتصنيع، عندنا عماله ماهره، عندنا تكنولوجيا. في نفس الوقت ميناء اسكندريه ده قريب من ميناء مرسين التركي، 7 ساعات تلاقي نفسك بالباخره تقدر تنقل البضائع. تركيا محتاجه لنا علشان تصنع عندنا وتبيع في افريقيا، تستغل اتفاقيه الكوميسا، لان احنا موقعين كوميسا مع دول افريقيا ان بضايعنا تدخل بدون جمارك وبدون ضرائب. فدي ميزه، فتركيا عايزه تستفيد من كل المزايا دي من التعاون مع مصر.